القهوة الحقيقة يا شباب معنا تقهون. طيب هذه القصة سندها يعني عالي ومباشر وحاضر بيننا. يا سلام هالرجال هذا الشيخ الفاضل الشيخ زايد القارئ الشيخ زايد العطية. وأنا ذكرت القصة هنا في قناة المجد سابقا واستأذنت منها وأذلي الآن هو قدامي الآن. الله الله يعني ما عاد يحتاج أبدا. نعم الشيخ الشيخ صالح حمودي رحمه الله تعالى كان يلقي محاضرة في متوسطة عمير بن وهب. عمير بن وهب مدرسة الشيخ كنت أدرس فيها. كان يدرس فيها كان طالب في المتوسط. شفت كيف؟ إيه. المهم ألقى الشيخ محاضرة وجاء المدير وجاب أحضر الشيخ زايد كان هو صغير قال يا شيخ صالح هذا يحتاج معاقبة تعاقبه يقول لأنه قال له ليش؟ قال لأنه يقلد أصوات المطربين. سبحان الله صوته جميل يقلد أصوات المطربين. حط الكاميرا عليه يا مصور هذا فن الإخراج. شفت كيف؟ قال أباك تعاقبه الشيخ صالح قال لا لا هذا صوته ما شاء الله جميل اقرا القران مش خلك تقرا شيخ الفاتحه ولا لا قل والله ما قلت ما وقتها يعني اربكني فطلع مصحف من جيبه شيخ ايوه عشان ما يربكني قال اقرا اي شيء عشان افكك من العقاب انت تبي تعاقب ولا لا سبحان الله فتحت المصحف وقريت لان المدير يعني كان ناوي يضربني ضرب قوي قدام الطلاب كنا مشاغبين وقت المحاضره فقاعد زي ما يقولوا يعني ما انت طالب مثل حليل يوم انا لا لا انا حليل بس ما ادري شلون عاد وقتها فقريت والشيخ صالح جزاه الله خير يعني كانه تاثر نزل راسه وطلع الله يذكره بالخير 100 ريال قال هذه هديه مو بتعاقب لا اهديك الهديه هذه كان سبحان الله كانه حول الموجه يعني من اف ام الى اذاعه القران الكريم شفت كيف؟ هداية سبحان الله لحظية يعني سبحان الله حول الموجة من اف ام الى اذاعة القران الكريم ودعا لك قال ان شاء الله تصير امام قال ان شاء الله اشوفك امام باذن ربي تعالى الله واجهته عقب يمكن 12 او 13 سنة عند الشيخ ابو محمد يوسف العطير الله يذكره بالخير يوسف العطير الشيخ كلمة قبل يومين اي اسلم فقابلته وصليت بهم انا قدمني الشيخ يوسف امام بعد الصلاة ولا الشيخ صالح يلقي كلمة في الجامع سلمت عليه وهمست في اذنه قلت الشيخ انا احبك في الله ودي اكلمك بكلام ما اعرفك بس اعطيه الكلمه هذه لكن ما اعرفك هو ما يعرفني لا ما يعرف ما عرفك ما يعرف هذا بعد 13 سنه كان في المتوسط يعني تغير يعني شكله يعني كنت في المتوسط ما بعد طلع شعرك إيه ما في شيء يوم سبحان الله صرت هذا طلع لك اي اي لا اسلم الشيخ المهم فقابلت الشيخ قلت له المهم بك الشيخ ويحتضني انت شيخ زايد انت اللي صليت منه تو قلت انا اللي صليت بك تو صار سبحان الله صار يتعمد ان هي يلقي كلمه عندي في الجامع وفي